خير. ما شاء الله عليكم، الله يخليكم لبعض ان شاء الله. ميرسي. انت هتسجلهم مع حضرتك؟ ايه المفروض يعني. خلي بالك من رشا. انا اخلي بالي؟ هي تخلي بالها مني مو انا. خلوا بالكم من بعض، بس انت خلي بالك اكتر ان شاء الله. يا حليلك ريلك. ها حياتي ده. حلو، انا عجباني قوي كلمه يا حليلك اللي بتقولها دي. يعني ايه حليلك؟ يا حليلك يعني يخليك، يعني خليك ليها، خليك ليها. انت يعني شنو شغلك يعني، تشتغل ولا؟ شغلتي اريح رشا. ماشي وراها بالشنطه؟ مش شنطه، لو عايز اي حاجه احكي لها حدوته قبل ما تنام بالليل، اي حاجه في البيت اعملها لها. انت تتطنز ولا مصدقك؟ تتقشمر يعني بتمزح؟ لو انا بتكلم بجد. لا امزح ليه؟ Yeah. هو اللي يحب صدق؟ هو اللي يحب انسان ويبقى عايز يقعد يسهر على راحته ويبقى بيمزح؟ عاد مو كذي يعني، صاير تعو تعو. مع اني مش فاهم تقع دي مش فاهم.